السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار إن شاء الله غادي نتكلموا على سلبيات وعيوب التربية الأرضية. من بعد الفيديو اللي فات، يعني كان فيديو ناجح، يعني تكلمنا على المميزات ديال التربية الأرضية. وللإشارة أنايا في البداية ديالي، يعني كنت كندير هاد التربية ديال التربية الأرضية، ولكن يعني حاولت انني ندير واحد الفلاش باك ونشوف يعني السلبيات والايجابيات وكيفاش تتعاملت مع هذه التربيه، لان انايا حيدت هذيك التربيه الارضيه ودرت هاد الطريقه ديال الاقفاص. انتما كما كتشوفوا معايا الطريقه ديال الاقفاص انا بانت لي احسن. لذا غادي نهضروا ان شاء الله، غادي نهضروا هاد النهار على السلبيات والعيوب ديال التربيه الارضيه. اول حاجه كنهضروا عليها، يعني اللي كتخطر في الذهن ديال المربي، ان اول حاجه فيها السلبيات وهي النظافه. ما يمكنش انت تبقى تشطب، يعني اذا كان عندك قفص بحال هذا او قفص بحال هذا او قفص مثل هذاك اللي عندي حتى هو راه عليه تما، راه كاين واحد القفص اخر. يعني هاد الطريقه اللي راني داير ديال الميكا، ديال الميكا هكا انتما كما كتشوفوا معايا، كندير واحد الميكا وكندير بانيو، كلشي الفضلات ديالهم اعزكم الله كتجمع في واحد البانيو واحد، وكنشدها كنتخلص منها. اما اذا كان عندكم سطح مثلا بواحد المساحه مثلا بحال هكا، واحد السطح كبير هكا كما كتشوفوا معايا، غتلقاو الفضلات هنا وهنا 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 وهنا، خصكم ديما تمشيو تقلبوا على الفضلات وتبقاو تجمعوهم. والريحه انها حتى هي كتكون يعني كتولي في السطح كامل، يعني كتولي في الدار كامله يعني واخا كتبغي تخلصوا منها خاصكم ديما تستعملوا مواد التنظيف. وهذه لان ديك الارض اكثريه بالنسبه للفزاك ديالهم، يعني الماء ديالهم اعزكم الله هذا كيلصق في الارضيه بعدا، وكيطلق واحد الرائحه. واخا تكون يعني الدار مغسوله مزيان، ديما كتكون واحد النوع من واحد الرائحه مزعجه، يعني مع عمرها ما كتحيد، لان بحال اللي كتلصق في الارض. هذه اول حاجه يعني ضروريه ان المربي يفهمها الا مشى تدار التربيه الارضيه، لا فوق السطح لا في يعني في يعني في يعني الا كان عندكم شي منزل وديروا يعني في الارضي. نفس المشكل كيكون لان الرائحه كتكون مزعجه وما يمكنش انكم تستحملوها. يعني هادشي كنقولوا مع مرور الوقت، ماشي اول مره ما غاديش تعيقوا بها، ولكن مع مرور الوقت غتلاحظوا ان الارض صافي ولات شاده الريحه ما باغاش تحيدها، يعني صافي كتلصق هذيك الريحه كتلصق. اذا النقطه الثانيه وهي انتشار الامراض المعديه. يعني ملي كتخليهم في واحد الجهه في الارض، ان داك المرض كيقدر يجيهم بعدا من هذيك الا مشيتي تما نقيتوش عليهم، ماشي بحال الاسلاك بحال هكا السلك مع عمره ما الا مشيتي تما نقيتيه في واحد المره ماشي مشكل، ما غاديش يتعداو بالامراض. المهم الامراض كالجرب هذا كيكون بزاف، لان ملي كيكونوا كيصطموا على الفضلات ديالهم كيتخشاو لهم هذوك الفضلات ما بين القوائم ديالهم، يعني في 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 في, في, في رجليهم، وداك الشيء كيتخمر وكيولي مع المده يقدر لا قدر الله يتصابوا بالمرض. وكاين حتى الالتهاب الرئوي والزكام. الالتهاب الرئوي لان كتكون الغبار اولا، كاين الناس اللي كيستعملوا التبن، كيديروا التبن حتى هو الى استنشقوه ان كيديروا كيأثر عليهم في الجهاز الرئوي ديالهم. وتا الزكام لان كيوليو كيعطسوا. يعني هذه نقطه من النقاط. وكاينه نقطه ثالثه وهي صعوبه تواجد اكثر، وهذه نقطه مهمه بزاف، صعوبه تواجد اكثر من ذكر نظرا ل اقتتالهم، يعني كيتقاتلوا بعضياتهم البعض. يعني الا مشينا درنا واحد القطيع فيه جوج ذكوره على الاقل، يعني كنقول لك اذا كانوا ثلاثه ذكوره راه غادي تنوض الحرب، اما اذا كانوا غير جوج ذكوره راهم كيتقاتلوا بعضياتهم، غتنوضوا في الصباح تلقاو واحد ميت وواحد حي 100%. وحتى اذا كان صغير كيبقى غير يضرب هو وياه ما كيقتلوش،
سمو كيوقع كيجرح له الخصيات ديالو وكيؤدي ذلك الى العقم، كيولي ارنب عندك انت كتصرف عليه هو عقيم. علاش؟ لان الدار مع واحد الارنب واحد اخر، واما عضو اما خسر له الجهاز التناسلي ديالو. انتما مهم هذا المشكل كيوقع، خصكم ذكر واحد مع القاطع. والناس اللي غادي يقولوا لي في لي كومونتير غادي يقول لك ونديروا غير ذكر واحد، غادي دير ديك ذكر واحد ولكن غادي دير تحطوا بزاف، غادي يكثروا عليه النتواس، غادي يصيب الاجهاد، غادي تهلك، غادي يولي يلقح كل نهار. الا حطيتو مثلا غير مع واحد 10 نتواس ولا راه غادي، حنا نقولوا قل كاع غير 6 نتواس، غادي تولي غادي تولد هاد الشهر، الشهر الجاي عاوتاني حتى الاخرى ولدت، غادي يولي كيلقح جوج في مره. ناهيك على انه ما كاينش نظام ديال التلقيح، يعني غير فيما واخا تكون هي النتوه ما باغياش انه غادي يتبعها وغادي يبغي يلقحها، غادي هذاك الذكر غادي تهلك، غادي يولي ماشي هو هذاك، وحتى السائل المنوي ديالو غادي يقل، ما غاديش يكون مزيان، غادي يتصرف بالعقم مع مرور الوقت. كاين موضوع اخر وهو المرض والموت الاناني بداخل الجحور. الناس اللي ما دايرينش السطح، دايرين غير واحد المساحه وعاطين كنقولوا حنا الدخاشش، يعني كاين واحد كيبني واحد الحفر وكيمشيو يعني يتزوجوا فيها تما ويولدوا فيها. وهذه الا مشى حتى مرض شي اما صغير، حنا نقولوا صغير مات في وسط صغير الارنب مات في وسط يعني الجحر، غادي يطلق واحد الريحه. ملي غادي يطلق واحد الريحه اول حاجه هي الامراض، غادي يتصابوا بالامراض اما تنفسيه اما جلديه اما بزاف. وكاين قضيه اخرى، غادي تولي الارنبات تنفر الارانب ديالها، لان هي كتشوف ارنب واحد مات في وسط الارانب الا ما حيدناش كتنفر الصغار ديالها. ناهيك على الا مشات شي يعني ارنب كبير يعني بالغ ومات في وسط هذيك الحفره، نقولوا تعفن والله يحفظ يعني صدر شي ريحه خايبه ولا، راه القاطع كله كيمشي لان غادي يتصاب بواحد الامراض اللي خايبه بزاف، لان غادي يكون دود، يكون بزاف ديال الحوايج اللي نتوما في غنى عنها، ماشي بحال التربيه ديال الاقفاص. الاقفاص في الحقيقه كتنوض في الصباح لقيتي واحد مثلا صغير، مثلا ولدت واحد الام، اش كتشد هذوك الصغار كتفحصهم كتلقى واحد ميت كتحيدو كتطرفو وكتحتفظ بالاخرين. الام عاوتاني كتشوف هذاك الشيء كتجي كيجي هذاك الشيء نورمال، لانك الا استعملتي واحد القفازات ولا شي حاجه باش تحيد الريحه، ان غير الريحه ديالها تبقى في وسط هذاك المكان ديال الولاده صافي، كتبقى تردعهم نورمال. اما اذا كان في وسط الصغار واحد ميت وانت يا ما شايفش داك الشيء مخشي في واحد الجحور وبديتي غير كترميو الماكله وكتقول بلي واحد النهار غادي يبقاو يخرجوا، لا غادي هذا مشكل ومشكل كبير. كاين واحد الموضوع اخر وهو ممكن دخول قطط او فئران او كلاب اعزكم الله، ممكن ان تأذي الصغار ديال الارانب وممكن تأذي حتى الكبار. هنا كاين الناس اللي كانوا عندهم ارانب يعني حنا كنقولوا في العروبيه وسادين عليهم غير بشي باب ولا هادي، لان كيجي الفار يقدر يدخل، هادي 100%. يجي القط يقدر حتى هو يدخل. اما الكلب واخا الحجم ديالو كبير ممكن انه يدفع هذاك الباب اللي دايرينه ولا ويدخل تمايا ويقوم بالعمليه ديالو، انه يقتل ذكور يقتل اناث عنده عادي، لان هذاك الشيء هو راه حس بالجوع، حس بالجوع. نتوما كتكونوا في الدار ديالكم ما على بالكمش، المهم ملي كيشوف راسو في وسط قطيع ديال الارانب ما غادي يدير لا صوت لا والو، غادي يبقى هما يفركلو مساكن ويبقى ياكل فيهم بالوحده. وناهيك عن القطط، حتى القطط راه حتى هما كيبغيو لحم الارانب. عاوتاني بالنسبه للصغار الفئران كيقدروا يمشيو ياكلوا الارانب، ما فيهاش. اذا هذا يعني نقطه من النقاط. وكاين واحد النقطه اللي خصنا حتى هي نهضروا عليها ومهمه بزاف، وهي سهوله التلوث ديال الاكل ديال الارانب، يعني نظرا لان الارانب كيتمشاو فوق منها
وكي يتركوا الفضلات ديالهم وكي كي يقدروا ياكلوا من واحد البلاصه اللي هما فايتين، يعني ممكن انك انت كتشطف عليهم، ولكن الا مشاو تاكلوا من واحد البلاصه اللي يلاه مثلا فزقوا فيها صافي، هذاك الشيء راه تعفون هذاك 100%. اما بحال هذه الطريقه هذه كاين كدير علافات هكا، انتما كاين علافات، كاين عاوتاني الماء كاين اللي داير داك السقايات ولا داك الحلامات، انتما كما كتشوفوا انا داير في الصف الاخر وداير هنايا يعني ماء بالطيسان، ولكن هذه العمليه ممكن انها دير، انا درت لكم هذه النقطه هذه، انتم شوفوا هذا الماء هذا اسمه رافي، ها هي راه زقه فيها هذه النسوه، هذا دابا راه ماء معفن خصني نحيدو. اما بالنسبه للطريقه ديال الاخرى، انتما كاين واحد التيو فيه داك الحلامات ومدوز ليه واحد القرعه ديال الماء، يعني واحد خمسه ديال الماء، وكيبقى داك الشيء يعني حلو كيدوز بواحد الطريقه مزيانه، ما كاينش تعفن وداك الشيء مريقلي. كاين عاوتاني واحد القضيه من السلبيات، ان بحال دابا هاد الكيجان كيكونوا مقسمين، كاين هادو ما كيشوفوش مع هادو، ولكن ملي كدير لهم واحد الميكه تحت منهم وتصاب شي واحد بالكوكسيديا مثلا، يعني كرشو جرات، كتقول باللي هذاك كرشو جرات، لان تحت منه مباشره كتلقى الفضلات ديالو انها ماشي مكركبه، ان كاين واحد الماء خارج منه اسود، يعني كرشو راه مسكين راه مضرور. اما اذا كانت في الارضيه اسمو غادي يوقع ملي غادي تصابوا بالكوكسيديا، غادي ما تعرفش اين هو، بعدا هو اللي مريض. تقدر تمشي عند واحد الانثى مريضه صافي دير لها مثلا شويه ديال السميكطه كما قلت في فيديوهات سابقه، السميكطه كديرهم مع الماء، ممكن انك دير الخل، ممكن انك تفرزها بوحدها باش ما تعديش الاخرين. اما الطريقه ديال الاقفاص كيكون كل واحد بوحده، يعني تحت منه مباشره غادي تقلب بحال هكا الفضلات ديالو، غادي تلقى باللي هو اللي فيه المشكل، انت عرفتي بعدا هو اين هو اللي فيه المشكل، قدرتي تداويه، المهم ركزتي مزيان. اذا الموضوع ديالنا هو هذا، ان شاء الله في السلسله الاخرى غادي نقدموا الحلول. دابا فيديو قدمنا فيه المميزات، هذا النهار قدمنا السلبيات، وان شاء الله الفيديو الاخر غادي نقدموا الحلول. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعليق الطيبه ديالكم، دعمونا بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.